أودعت هيئة محكمة جنايات المنيا حيثيات حكمها الصادر في 17 من ديسمبر الماضي ببراءة كل المتهمين بالقضية المعروفة باسم سيدة الكرم، وشملت الحيثيات استبعاد شبهة تزوير محضر الشرطة وتناقض أقوال المجني عليها مع تحريات البحث الجنائي، بالإضافة لعدم وجود أي شاهد رؤية لواقعة هتك العرض. وكان النائب العام قد أمر مكتبه الفني ببحث أوجه الطعن على حكم البراءة الصادر لصالح المتهمين بواقعة الاعتداءات الطائفية في المنيا قبل نحو 4 سنوات، والتي اشتملت تعرية سيدة مسنة عرفت باسم سيدة الكرم. وينضم إلينا من فلوريدا عبر خدمة سكايب بشوي القمص الكاتب الصحفي. أهلا بك معايا بشوي، وخلينا نبدأ. أهلا بك، خلينا نبدأ من حيثيات الحكم اللي تم إعلانها النهاردة. إيه قراءتك لهذه الحيثيات؟ يعني على المستوى الشخصي حيثيات الحكم تدعو للاستياء، لكن على الجانب الاخر حيثيات الحكم كانت متوقعه بمجرد الاعلان عن براءه التهمين. يعني قضيه حساسه زي في سيده القرن الراي لها فتره طويله لا تزال، وكانت محط انظار الجميع رئيس الفريق نفسه. لما يتم الحكم ببراءه التهمين لازم حيثيات الحكم ببراءه تبقى حيثيات قويه للدرجه اللي تمنع اي حد يشكك. وحيثيات الحكم النهارده يعني اعتقد تاكيد اعلان البراءه النهائيه، ده لو لسه في مرحلة تقدمة يعني ملف قضية سيادة الكرم للأبد. يعني طيب، البعض يعني خليني أنقل ليك بعض الأحاديث اللي كانت متناقلة على مواقع التواصل الاجتماعي. البعض شاف إن من البداية خالص، من أول ما رفضت الشرطة إن هي تعمل محضر لسيدة الكرم لغاية حكم البراءة اللي صدر من المحكمة، كان واضح إن حتى مؤسسات الدولة بداخلها هي نفسها في طائفية. والبعض الآخر شاف إن لأ، إن القضاء ما فيهوش مسلم ومسيحي في مصر، وإن ما فيش أي المفروض إن ما يكونش في أي تعليق على أحكام القضاء. إيه رأيك في الجدل ده؟ يعني هي قطعا الطائفيه هي متغلغله في مؤسسه الدوله قولا واحدا، يعني محدش يقدر ينكرها. يعني والطائفيه دي بيتم استغلالها او توظيفها بصوره قانونيه لا يمكن التشكيك فيها، ده جنرال يعني في العام مش تحديدا في القضيه دي بالذات. لكن لو نظرنا لحيثيات الحكم في قضيه سيده الكرم يعني هنلاقيها ارتكزت على نقطتين اساسيتين. اول حاجه التراخي في الابتعاد عن وقعه الاعتداء، لان الوقعه دي حصلت في 20 والسيده بلغت بعد الوقعه ب5 ايام. ممكن نفسر التاخير ده على انه تردد من الضحيه لحساسيه وقعه التعدي وارتباطها بالعرض والشرف في مجتمع شديد التحفظ زي المنيا، مع الخوف طبعا من انتقام الجناه واهالي القريه من المتعصبين. النقطه الثانيه هي التناقض في الاقوال، يعني زي السيده لما ابلغت عن وقعه التعدي قالت ان تم ضربها وتمزيق ملابسها دون الاشاره لوقعه التعريه بالكامل، بعد كده تراجعت وذكرت وقعه التعدي بصور مختلفه. برضه ممكن نفسر التردد ده في اقرار وقعه التعدي تحديدا لنفس الاسباب ارتباطها بالعرض والشرف، وده شيء طبيعي جدا ومتوقع زي معظم ضحايا التحرش والاغتصاب اللي بتحصل في مصر بغض النظر عن ديانه الضحيه وارتباطها بالطائفيه من عدم. الضحيه دايما تتردد في الابلاغ عن الاعتداء الجنسي لانهم بيعتبروا انه اقرار الواقع هو ترسيخ للفضيحه في مجتمع اعتاد لوم الضحيه مش لوم الجاني. وكما هو المعلوم يعني يعني او ست ابنها تم التعدي عليها بالتعريه ايضا ورفضت الابلاغ عن الواقع لاعتبارات الشرف والعادات والتقاليد، انها كده يعني هتشهد الفضيحه على كل لسان. يعني اضافه الى اني اعتقد ان السيده تم تطبيلها بصوره ما من جهات مختلفه سواء بقصد او بدون قصد بحسن نيه او بسوء نيه، وبالتالي جاءت الاقوال متضاربه. كان الاقدر من المحكمه انها تاخد بعين الاعتبار كل الظروف دي وسن السيده ومكان الواقعه وحساسيه الواقعه والخوف المتوقع من الانتقام، تحكم بروح القانون مش نص القانون. اضافه نعم. طبعا للتواطؤ واضح، يعني لانه انا مش متخيل ازاي يعني ما فيش شاهد واحد قدر يشوف الواقعه دي. طب يعني نجيب الشهود ونشوف اقوال المتضاربه ولا لا؟ ده ما فيش شاهد اصلا، الناس رفضوا ان يشهدوا في القضيه دي لصالح الضحيه. يعني طيب، خليني أرجع معاك لحتة تانية، وهو الحقيقة سؤال دايما متكرر، وهو في القضية دي تحديدا، أن تم زي بالتأكيد زي ما أنت عارف عندك معلومات، تم التصالح ما بين المتهمين بحرق المنازل وما بين مسيحي القرية.
طبعا كالعادة في قاعدة عرفية. البعض بيقول إن ما ينفعش إن احنا نستغنى عن القعدات العرفية، لأن في النهاية حتى مع يعني استمرار المسار القانوني، ولو إن زي ما احنا ما شايفين المسار القانوني في هذه القضية يعني ما كانش بجانب الطرف بتاع سيدة الكرم، لكن في النهاية بجانب المسار القانوني المفروض إن الجلسات العرفية تستمر أيضا، لأن دي في النهاية الناس عايشة في قرية واحدة، بيتهم في بيوت بعض، وشهم في وش بعض، ماشيين في نفس الشارع، فلازم يحصل هذا الصلح. إيه رأيك؟ يعني هي الجلسات العرفية دي سبة في تاريخ القضاء المصري وإقرار وترسيخ لمبدأ عدم المساواة والمواطنة بين المسيحيين والمسلمين في مصر. أنا عارف إن الضحايا مضغوط عليهم في معظم الأوقات وربما في الأغلب يعني لا يملكوا خيار قبول أو رفض الجلسات العرفية، ولا يمكن إن إحنا نلوم الضحايا اللي تبالغ إقرار الجلسات العرفية يعني بديلا للمحاكم المدنية العادية أو محكمات التقاضي الطبيعي، وكل اللوم الحقيقة بيقع على الكيان المجهول اللي بيدعو ويرتب ويرسخ بل وبيضبط طرق قد تكون لا قانونية او حتى لا اخلاقيه للجلسات العرفيه والقائمين عليها. الجلسات العرفيه دي جريمه في حق المواطنه لانها بتاكد يعني للجناه والمتعصبين والمتطرفين ان مفيش حد هيتحاسب في اي اعتداء طائفي تاني، وبالتالي الاعتداءات الطائفيه دي هتستمر للابد الى ان ياتي رجل عاقل ويجرم الجلسات العرفيه دي وصلح العرفي في الاحداث الطائفيه ويسيب القانون ياخذ مجراه. يعني احنا في معظم القضايا زي ما حضرتك ذكرت انه بيتم اللجوء للجلسات العرفيه، دي تقريبا يعني سيد يعني قضيه سيده الكرم من القضايا النادره اللي تم ضغط فيها اعلاميا نظرا للحساسيه طبعا للقضيه انها توصل لغايه القضاء، وده اللي احنا شفناه. فواضح انه حتى القضايا اللي بنلغى فيها للقضاء غالبا الضحيه مش بتاخد حقها، فما بال حضرتك ان احنا اصلا نلجا للقضاء والموضوع بيمشي عرفي. طبعا يعني مرفوضه تماما. طيب النائب العام كلف ببحث أوجه الطعن على القضية، هل عندنا معلومات الخطوات القانونية اللي ممكن تكون أسرة أو سيدة الكرم نفسها ناوية تاخدها؟ يعني انا مش مختص بالجانب القانوني، لكن اعتقد ان في مرحله تاليه واخيره للتقاضي، لكن برضو نظرا او استنادا لحيثيات الحكم اللي انا قريتها النهارده، الحيثيات يعني لو ننظر او هناخد جانب الضحيه الحيثيات محبطه، يعني انا لا اعتقد ان هناك اي ثغره قانونيه يمكن النفاذ منها، والحكم التالي والنهائي والاخير والمتوقع لن يختلف ابدا عن الحكم السابق. وللاسف في رايي بنسبه 99% ان مصير القضيه دي هو ضياع حكم ضياع حق الضحيه، بالعكس اعتقد انه هيرفع عليها قضيه تشهير او ما شابه للاسف. يعني طيب بشوي سؤال أخير، يعني الحقيقة اللي عملته سيدة الكرم يعتبر يعني ثورة بصراحة، يعني بطولة كبيرة، يعني بالنسبة لسنها ولعمرها وبالتأكيد للبيئة المستوى والبيئة المستوى السياسية التعليمي والبيئة الاجتماعية والبلد اللي هي عايشة فيها والقرية الصغيرة، مهما تعرضت له طبعا من جريمة فهي إن هي تخرج وتحكي أنا تعرضت لكذا وتم تعريتي وتحكيها بشكل علني، يعني بصراحة أنا بعتبرها خطوة ثورية. هل في رأيك إن سيدة الكرم فعلا نالت الاهتمام الكافي ونالت الدعم الكافي من الجهات المختلفة؟ طيب احنا يعني بغض النظر عن حسيات الحكم اللي احنا شفناها النهارده او عن الحكم السابق، فهي الخطوه بتاعت سيده الكرم يعني وجرأتها وشجاعتها انها تكمل في مسارات التقاضي ده انتصار للحركه النسويه في مصر. يعني احنا لو هنبعد عن الجانب الطائفي من الموضوع، فاحنا لو نظرنا للقضيه على انها سيده تعرضت للتحرش او الاغتصاب او يعني بدون الخوض في التفاصيل، فهي بطوله في حد ذاتها ان الضحيه تتشجع وتلجأ للقانون، إضافة إلى أنها ضحية ومسيحية بمستوى اجتماعي وتعليمي وفي قرية من الصعيد، فهي طبعا بطولة يعني يرفع لها القبعة. لكن في رأيي طبعا أن السيدة سعاد وقضيتها تم استغلالها من ناس كتير، منهم أسماء لامعة من المسيحيين لتحقيق مصالح شخصية لهم وشعبية وشهرة وشو إعلامي، وجرى تضليلها لحد ما وصلنا لما نحن عليه اليوم. يعني يبدو ان في او قد يبدو ان في جهاد ساندتها ظاهريا وشكليا، لكن في الواقع ان الجهاد دي والناس دي استغلوا قضيتها اسوء استغلال لمصالحهم فقط لا غير. ففي المجمل القضيه دي يعني هتبقى علامه في التاريخ، يعني وفي سيده بالظروف دي قدرت انها توصل للمرحله دي من التقاضي، يعني بغض النظر حتى لو لم ينصفها القضاء، لكن هي طبعا بطله في اعين الكثيرين. يعني بالتأكيد بنشكرك، كنت معنا من فلوريدا عبر خدمة سكايب بشوي كومس الكاتب الصحفي، شرفتنا بشوي، شكرا.